تحت رعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، انطلق ملتقى عمان الأول للكاريكاتير 2022 بتنظيم من رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين، والذي يعد الأول من نوعه في الأردن. هذه مساحة لمجموعة من الفنانين العرب الذين يقدمون أعمالهم عبر مراحل زمنية مختلفة ومن مدارس مختلفة، ونحن نعرف أن فن الكاريكاتير في السنوات الأخيرة تراجع حضوره على الساحة، وهذا مرتبط بتراجع الصحافة الورقية أيضا التي كان يزدهر وينمو من خلالها. وحظي الملتقى بمشاركة عربية واسعة من فناني كاريكاتير عرب يمثلون 12 دولة عربية، وبمشاركة من جمعية الكاريكاتير المصرية وجمعية الكاريكاتير الكويتية وجمعية الكاريكاتير المغربية. المشاركات كانت رائعة ومميزة، وعنوانها مميز أنه ينتقد الأشياء البسيطة والأمور السلبية في المجتمع، خاصة أن فن الكاريكاتير يعتبر الرائد في مجال النقد الهادف اللي يساعد في إيصال كثير من التحديات للمسؤول لكي يقوم بتقويم بعض السلبيات الموجودة في المجتمع. شاركت في لوحات اجتماعية تمثل واقع السوشيال ميديا وأثر على المجتمع في الوطن العربي وعلى المستوى العام في الطفل والأسرة، يعني وخصوصا أن السوشيال ميديا أكثر شغلة داخلة تتواجد بالبيت. واحتوى المعرض على لوحات كاريكاتير تعرض للمرة الأولى في الأردن لجيل الرواد في الوطن العربي، يعود تاريخ رسم بعضها إلى ما قبل منتصف القرن الماضي، فيما شهد الملتقى مشاركة أردنية واسعة من أعضاء رابطة رسامي الكاريكاتير الأردنيين. الملتقى هو ملتقى عمان الأول للكاريكاتير، طبعا أنا مبسوطة كثير أنه دعينا إليه، في معنا مجموعة رسامين كاريكاتير من الأردن ومن الدول العربية، فهو فرصة منيحة لتبادل الخبرات بينه وبينهم. طبعا الرسومات اللي احنا مشاركين فيها هي رسومات كاريكاتير اجتماعية، انا شاركت بثلاث رسومات عن المرأة، فان شاء الله يا رب تعجبكم. يذكر ان رابطة رسامي الكاريكاتير هي جمعية ثقافية تم انشاؤها عام 2007 بموجب قوانين وزارة الثقافة الأردنية، أقامت عدة معارض جماعية في مدن أردنية وفي العاصمة ضمن نشاطات مدن الثقافة الأردنية ومهرجان الأردن.